أبطالي طلاب الصف الثاني، كيف الحال؟ اليوم بإذن الله سنبدأ في درس أعمال الصلاة، الدرس العاشر في مادة التربية الإسلامية. قلنا أو ذكرنا في الحصة الماضية عن التشهد والصلاة الإبراهيمية، لنستذكرها معا. التشهد، يقرأ التشهد في الركعة الثانية وفي الركعة الأخيرة في السجود، بعد السجود في الركعة الثانية والركعة الأخيرة. نستذكر معا ما هو التشهد: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما الصلاة الإبراهيمية يقرأها المصلي في الركعة الأخيرة بعد السجود، في الركعة الأخيرة من الصلاة، وتأتي دائما بعد التشهد. قلنا أن التشهد يقرأ في الركعة الأخيرة، ومن بعده نقرأ الصلاة الإبراهيمية. ما هو أو ما هي الصلاة الإبراهيمية؟ هو قول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اليوم بإذن الله سنتعلم معا أعمال الصلاة. أعمال الصلاة يا ثاني، أخذنا في الصف الأول عن أعمال الصلاة بشكل عام، الآن سنتعلم معا أعمال الصلاة بشكل مجزأ وخطوة خطوة لنأخذ الأجر كاملا وتكون صلاتنا صحيحة. أصلي صلاة صحيحة كما يأتي. أول شيء ثاني، استقبل القبلة. استقبل القبلة، وما معنى القبلة؟ هو اتجاهنا، يكون يعني اتجاه المسلم أو يكون اتجاه المصلي إلى الكعبة. إلى الكعبة، ما هي القبلة؟ هي اتجاه الكعبة. وأني الصلاة، ثم أرفع يدي بجانب أذني كما في الصورة يا ثاني، كما في الصورة التي أمامنا يا ثاني، وأقول الله أكبر. هكذا بدأ الصلاة، استقبل القبلة ونوى نية الصلاة. مثلا لو جبت يصلي الظهر، نويت أن أصلي صلاة الظهر لله تعالى، الله أكبر. وبعد التكبير أضع يدي اليمنى على يدي اليسرى. ضع يا ثاني يدك اليمنى على يدك اليسرى. ضع يا ثاني يدك اليمنى على يدك اليسرى، وانظر إلى سجودك يا ثاني، انظر إلى سجودك. ما هو السجود؟ هو المكان الذي عندما تسجد يكون رأسك عليه، أو تضع رأسك عليه. موضع سجودي، موضع سجودي، المكان الذي تضع رأسك عليه عند السجود. بعد التكبير أضع يدي اليمنى على اليد اليسرى وأنظر إلى موضع سجودي، وأقرأ دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح يا ثاني، هات حفظ، أكتب بجانبه حفظ، حفظ. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. دعاء الاستفتاح يا ثاني، ما هو دعاء الاستفتاح؟ سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. كمان مرة، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم أبدأ بقراءة سورة الفاتحة، وأيضا ما تيسر من القرآن الكريم، إما سورا قصيرة بعد سورة الفاتحة. طبعا سورة الفاتحة شيء أساسي ومهم وفرض في كل صلاة وفي كل ركعة، يجب قراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من الركعات. ومن بعدها نقرأ سورة
من السور التي حفظناها من القرآن الكريم. النقطة الثالثة هو أن أركع قائلاً. نلاحظ يا ثاني، هذا يسمى الركوع. الركوع، لاحظ يا ثاني الصورة التي أمامنا، ركوع. أركع قائلاً الله أكبر، أقول الله أكبر وأركع، رافعاً يدي بجانب أذني، وأقول في ركوعي سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. كم مرة يا ثاني نقول في الركوع سبحان ربي العظيم؟ 3 مرات، 3 مرات يا ثاني. بعد انتهائنا من الركوع أرفع رأسي من الركوع يا ثاني قائلاً سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. من بعدها يا ثاني نسجد، نسجد. قبل السجود أقول الله أكبر ثم أسجد. ماذا أقول عن في السجود يا ثاني؟ سبحان ربي الأعلى، هنا كانت في الركوع سبحان ربي العظيم، أما في السجود سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. كم مرة نقرأها يا ثاني؟ نقرأها 3 مرات، 3 مرات. بعد انتهائي من قول سبحان ربي الأعلى أرفع من السجود، أرفع رأسي من السجود قائلا الله أكبر، ومن ثم أسجد مرة ثانية وأقول نفس الشيء سبحان ربي الأعلى. كم مرة؟ أيضا 3 مرات يا ثاني. وبعد الانتهاء من السجود أعتدل من السجود وأرفع رأسي قائلا الله أكبر. بعد الاعتدال من السجود أقف مرة أخرى وأصلي الركعة الثانية بنفس الخطوات للركعة الأولى، وبعد الانتهاء من السجود هون يا ثاني انتهى مثلا للركعة الثانية، هو هون في الركعة الثانية حكينا السجود الثاني، يعني السجود في الركعة الثانية. ماذا نقرأ بعده يا ثاني؟ ماذا نقرأ؟ نقرأ التشهد، نقرأ التشهد. وإذا كانت هذه الصلاة مثلا صلاة فجر تكون ركعتان، نقرأ التشهد والصلاة الإبراهيمية، لأن الركعة الثانية هي الركعة الأخيرة في صلاة الفجر، الركعة الثانية هي الركعة الأخيرة في صلاة الفجر، لذلك يجب قراءة التشهد والصلاة الإبراهيمية أيضا. أسلم عن اليمين قائلا السلام عليكم ورحمة الله، وأسلم عن الشمال قائلا السلام عليكم ورحمة الله. أبطالي طلاب الصف الثاني الجميلين، أريد منكم تصوير فيديو وأنت تقوم أو تقوم بفريضة الصلاة، صلي صلاة كاملة بنفس الخطوات بصوت مسموع يا ثاني، كن حافظين التشهد والصلاة الإبراهيمية حتى تكون صلاتنا صحيحة. نحفظ أيضا دعاء الاستفتاح وماذا أقول عند السجود وماذا أقول عند الركوع وكم مرة أقولها، 3 مرات بصوت عالي ومسموع يا ثاني، ويعطيكم ألف عافية يا أبطال. اختبر معلوماتي صفحة 37 واجب، صفحة 37 واجب يا أبطال لتتمكن من حفظ الخطوات. أصل بخط بين كل عمل من أعمال الصلاة والقول المناسب له. في الركوع هل أقول سبحان ربي الأعلى أم سبحان ربي العظيم؟ سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم في الركوع. صل ما بين الركوع وكلمة سبحان ربي العظيم. الاعتدال من الركوع، عندما أعتدل من الركوع يا ثاني ماذا أقول؟ سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، سمع الله لمن حمده. الاعتدال من الركوع سمع الله لمن حمده. أما عند السجود وهو وصول الرأس إلى الأرض هو السجود، قول ماذا؟ سبحان ربي الأعلى. كم مرة يا ثاني؟ 3 مرات، 3 مرات. سبحان ربي الأعلى عند السجود.
بانتظار فيديوهاتكم يا ثاني. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. تعلم مع زكريا. السلام عليكم يا أصدقاء، تبقى بضع دقائق قبل أذان الفجر، وسنغتنم هذه الفرصة بإذن الله لنتعلم معا كيفية الصلاة. كيفية الصلاة؟ لأداء الصلاة سنحتاج إلى سجادة ومعرفة اتجاه القبلة. إنه أذان الفجر، هيا نجهز أنفسنا لنتعلم كيفية الصلاة. بعد الوضوء نستقبل القبلة ونقيم الصلاة كالآتي: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ننوي الصلاة ثم نكبر تكبيرة الإحرام: الله أكبر. نضع اليد اليمنى فوق اليسرى ونقرأ دعاء الاستفتاح سرا: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ونقرأ سورة الفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ثم نقرأ ما تيسر من القرآن، وفي هذه الركعة سأقرأ سورة الإخلاص: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بعدها نكبر ونركع كالآتي: الله أكبر. نقول أثناء الركوع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. نرفع من الركوع ونقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. نكبر ونسجد: الله أكبر. ونقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. نرفع من السجود ونقول: ربي اغفر لي 3 مرات، الله أكبر. نسجد مرة ثانية: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. لقد أنهينا الركعة الأولى، هيا نكرر نفس الخطوات في الركعة الثانية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ثم نقرأ ما تيسر من القرآن، وفي هذه الركعة سأقرأ سورة الفلق: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بعدها نكبر ونركع كالآتي: الله أكبر.
نقول أثناء الركوع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. نرفع من الركوع ونقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. نكبر ونسجد: الله أكبر، ونقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. نرفع من السجود ونقول: ربي اغفر لي 3 مرات، الله أكبر. نسجد مرة ثانية: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر. نقرأ التشهد الأول والأخير: التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. ثم نسلم: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لقد تعلمنا معا كيفية الصلاة، لا تنسوا نشر المقطع لتعم الفائدة. نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك، وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.